ولا عندي خلينا نجيك لانك تستاهل والله يا فهد. اول شيء فهد ادل بعدين الختاميه بعدين عاد عيشوا معي الريالتي كلها. اول شيء فهد في نقطتين، اول شيء شكرا لك وشكرا للفريق دعمك يا فهد، ممتاز. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني يعني يقولون البيت اللي ما فيه ولد صغير ولا فيه كبير سن ما فيه بركه. انا اقول اللي جده حي ولا جدته حيه تغانم ووضحها بفنجال معهم تراه يسوى الدنيا وما فيها. يعني مبادرتك جميله كانت تاخرت، ليتك مسويها قبل 7 سنوات، لان ما انا محمد الزعيزي يعني والشباب بعضهم ما اللي ما طلعوا جدانهم. اسال الله جل في علاه ان يجمعهم يجمع ابو سعد شيك، اسال الله جل في علاه ان يجمع بهم يجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب يا كريم. وتاكدوا تماما ان كل جد ظهر في الشاشه هو جد لنا كل ابونا. فانا والله رسالتي للجميع اللي جده وجدته حيه على قيد الحياه تغانموا جلسه الضحى، والله انها تسوى الدنيا ما فيها. شكرا لك يا بطل، واني اراك رجل عظيم.